السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من القضايا المدنية. تقدم المدعون بواسطة دفاعهم مقال افتتاحي للدعوة أمام المحكمة الابتدائية، يلتمسون فيه فسخ عقد كراء رخصة سيارة أجرة وإجراء محاسبة في مواجهة الطرف المدعى عليه. من هو الطرف المدعى عليه؟ وما هي خلفية هذه القضية؟ لنتابع. نعم السي مراد، لا بأس الحمد لله. لا لقيتي عنده واحد بريكول دابا شويه خدام. قولي جمعتو كلكم تم مزيان. واخا واخا وانا شوي ندوز عندكم ان شاء الله. يا رب سلام الله يعاون. الله في رأيي. جيتي تاني حضر لي بنتي مع المعنى ساكي شعر هاي يمكن عرس دك دك ناري عليك أمي. ليلة النجاة ضريفة أمي. وي ضريفة هاكي بليك ياك تلا عارفة. قولي يوم ليش قالك الطبيب؟ ما قال لنا والو، قال دوا مع أخوك وليدي دوا مع هادي. ولكن أمي التحاليل راه مازال ما خرجوا. ولكن علاش خرجوا لك الدويات كاملين؟ إيوا واخا إيه كاين دوا بزاف. لاني لقيت شويه راحتي، واخا هو شويه غالي 12000 ريال 200، ولاني الحمد لله بعدا لقيت علي راحتي وليت الحمد لله. وامي هنايا راه تاهو خرج لك هاد الدواء اللي كيكالمي تيخرجوا التحاليل، ملي غيخرجوا التحاليل غيخرج لك الدواء اللي كيداوي. اين الدواء كيداوي؟ اين الدواء كيداوي؟ الدواء راه هو المرض براسو. دابا الطبيب كيخرج لك الدواء على المعده كيطحن لك الكبده. المهم امي مزي الحمد لله ملي وليتي كتنعسي كلشي تعوض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. السلام. السلام عليكم. الحمد لله. الله يرضي عليك. شويه امي. الحمد لله. الحمد لله. شوفي في حالة اللي بغيتي وصيتيني عليهم ما جبتهم لك، ما قالكش شي وحيده. لا لا ماشي دروك. لا وحيده. لا لا زعما خليني صافي تنبغي نشرب الدواء. حيت شويه ذاك الدواء كيدير لي ذاك بحال التغيليفه. اش كنتي تقول لها تا هو؟ التغيليفه. ولكن امي هنايا عندها كيضرك التفاح. يا ويلي يا بنتي انت كي مراجعه. والطبيب ما كيقولش لك كلا تفاحه كاع ما جا عندي. لا معلوم. 400 ريال هذا. 400 فين غيضرك التفاح ب 400 فين يضرك؟ يضرك في جيبك. في جيبك. والله الا يضرها في جيبك. واش بصح التحاليل مازال ما خرجوش؟ غدا غدا ان شاء الله يخرجوا. كيبقى راجلك انت شوي؟ اويلي اخويا خلي على الله، راه مازال كيستنى الرونديفو باش يدخل يدير العمليه. ان شاء الله يكون. قاتلونا في هذا الرونديفو باش يقتلونا. ايوا ان شاء الله. ماشي تجيبوا لك مدرسه ما ناويش؟ ايه اسمح لي امي غادي نمشي نجيب الدراري من المدرسه. واخا ما يكون عندك باس، ما يكون عندك الله يجيب لك الشيف. كمل كويستك يا تايل داو خطره خطره وخلي بان الله عليك. الله يجيب لك الشيف امي هنيه. سلامه نجات. ويلي يا امي خلي كاس كما هو شربي اتاي. لا لا خلي صافي صافي بارك سيت شربت عاد شلوق يعني ونسخنوا لك صافي. لا لا تتصايبوا لي امي بحال في جيبي. ايوا سيدي الله يخليها لينا. امين امين يا رب. فتيحة وي خويا. اش مشيتش الدراري؟ والدراري راه بالفرحات عليهم يجيو، ولكن عارف القرايه والله الا غلبنا هذا الوقت والله الا تغلبنا. ايوا الله يصوب. امين. الله يصوب الله يصوب. شكون اللي فعلك؟ هي ساكنة فابور واكلة فابور وكاسيهم فابور، ناس راه ملقاش حتى باش تكوع على الخلعة. إيوا الحمد لله. خويا عادل. نعم. شتك نسيتيني في الموضوع ديال الطاكسي. دوينا فيه داك. إيه. وقلت لك السيد كريم كريمة، والسيد كريم كريمة قال لها عليه قانونيا ما يمكنش. ولكن اخويا راك عارف المكي، عرفتي راه من نهار مرض، عرفتي راه الدواء ديالو خدا منيش لا فلوس. واحد زيد المصاريف الدراري الله يشافيه يا ربي تشافيه. شوف دابا هو الى ركب غادي يسحق غادي القلب ديالو ولا يضرب. لا لا يرك علاش ما يركبش؟ ينوض يخدم يتوقد شنو فيها؟ عفاك اخويا انا ما غاشوفش. الله يخليك صافي
عندك 10 مليون نعطيوها للسيد ديال لقيتها كاع نقول لك ايوا راه خسرت ليه فلوس والسيد راه عاطيه 10 مليون حلاوه شنو ولا شديه وعافاك اخويا غنشوف كيفاش اخويا زيدك هذه يلا صوب لي القهوه صافي ديري ديري الفراشه ديري الفراشه يا الله الله ياك اخويا صوب لي نصايب القهوه ما تنسانيش وفكر الله ولدك يا خويا رد لي هذا هنا قبل ما ينعس انت اللي بدلتي لي الناس كيفاش بدلت لي الناس على مال هو تربيا راه عدو 8 سنين راه ولا راجل راه هو ولف هذيك القاعده ديال الشطاب اللي طويب يبقى يلعب به وراه ما كرهش يبقى يلعب به حتى الصباح شوفي الطابليط ما يهزتي سالي حفظته ماشي غير بقى نهار كامل وقابل لي الطابليط وينسى القرايه والحفاظه بصح كلامك هو الكبير واللي سمعك كتهضر دابا ما يشوفكش يا خويا ديك الحيحه اللي درتي لي البارح ملي قلعت لي الطابليط رجعتي كتغوت مني شفتي كيبكي حتى رديت عليه مالي انا داخل عيان باغي غير نتلاه باغي غير نعس نخليه هو مصدعني اللهم نعطيه باش يتلاها دابا صافي خلينا من ولدك قول لي انت مالك مشينا عند امك دخل خوك وانت تخرج واش مضاربين انا نسيتي ها نسيتي باقي تنغزي فيا نوض نوض راك نسيتي ولدك في المدرسه نوض جيبو مشينا نجيبو الدري مدرسة نخليو تماك هيا الغرض اللي مشينا عليه كاع ما قضيناه كاع عندك الحق انا من شت الوالدة عيانة ما قدرتش نجبد معاها الموضوع وكتعرفي الوالدة الا جبدتيها مع هادي كتقلق ايه حلت كل والدة ها هو نتوما كاع ما ولادة ايوا الحمد لله الحمد لله اللي فهمتي راسك بصح انا غنفهم دابا راسي مزيان وغنديها في الجهة اللي ضراني انا مالي خويا اش حرك شطاتي اش دخلني بالخوت خلي هادي يشد لكم الطاكسي كري الطاكسي لما بغى ويشد فلوس ويصرفهم كيما بغى انا شغلي واثق الطاكسي راه ديال امي وما حد حيه حتى واحد ما عنده الحق يجي مع عادل فهمتي باص يا خويا والله الا باص اللي سمعك دابا كتقول هاد الهضره ما يشوفكش السيمانه وتلوك لوك 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 غنمشي ونقول ليه وندير ليه عمشينا عند امك وديت راجل وجبت راجل اخر انا بعدا والله الا سكتيني الحمد لله الحمد لله اللي سكتك وانتي راه عمرك ما غتسكتيني ونوضي نعسي حدا ولدك انت فين ما نهضر معاك نوضي هيا نايضه دريكه ايه قابليني انا اش غنقول لك اخويا مراد علاقتي بخوك محدوده في الخدمه كنتلاقاو باختارت في القهوه كنضحكوا وكنديروا امور خاصه بيناتنا ولكن المسائل الخاصه الخاصه ما كنهضرش انا وياها فيها دابا انا ما سولتش على الامور الخاصه انا سولتك على الطاكسي انا اللي عارف على الطاكسي عاطي شي واحد خدام فيه واش اخويا عاطي شي واحد كاري شي واحد انا ما بغيتش يعطينا راس الخير وجلسوا معاه وهضروا معاه في الموضوع الله يهديك وحنا راه الوليدات عندنا عيانه في الدار مسكينه ناعسه ونوضو حنا نتغاوتو قدام نفقصوها ومراد الله يهديك واش اي موضوع غادي تهضروا فيه تدخلوا فيه في الغوات حس دابا انت ما كتعرفش عادل عادل راه عاد حاجه عنده هو تهضر ليه على الطاكسي ولا تكلم ليه على الطاكسي وعلى الطاكسي ديالو وانت كتشوف وهادشي كله حنا علاش دايرينو على قبل فتيحه مسكينه اختي فتيحه مسكينه راجلها مريض خرجوه من الخدمه وعلى الاقل قلنا هي بعدا تاخذ المصروف ديال الطاكسي تصرف فيه فهذه عندك الصح حق اختك فاتحه اولا من البراني في الطاكسي وعجبك الشيء علاش اخويا خالد بغيتك تتكلم معاه عاودي اخوك ما ساهلش خاصني نشوف شي تخريجه باش ندخلوا في الموضوع شوف انا عارف سير معاه دقه دقه تتعرف اش تحت راسه اش تك وقفتي شنو بغيتك تركبني دخلت عليك بالله كنضل معاك النهار كامل كتجيك الهضره معايا حتى الوقت الخدمه عرفتي اش عايشك مليح يلا خلص عليا قهوه ونهضروا على خاطره كمل خدمتي ونبقى نخلص عليك في القهوه ورا قهوه ندير لك ابون ومعاون القهوه مزيانه مزيانه عرف الحق والله ما عارف بانك خدام في تاكسي عندنا قريمة احنا مرا وهي راه عارف قريمة مزيانه عارفه ديال الوليد ولكن انا راه ما في خباريش بلي انت خدام في تاكسي لا انا خدام انا شاد العشيه وكاين الشيفور ديال الصباح ايوا انت خدام لا هو مسافر والله راه كان طونغيل شي واحد تكرس عليه كاينه راك عارف شي دابا انت سهلتي عليا الموضوع ها علاش بغيت نهضر معاك خوك مراد جا عندي وطلبني باش نهضر معاك في هذا الموضوع خويا ايه مش من الموضوع الطاكسي زعما ها انت فهمتي حول ولا قوه الا بالله الله العظيم دابا مول الكريمه راه باقي حي
الوالدة أنا اللي كنكسيها نصبطها نوكلها نشربها نديها للطبيب نشري الدواء نطيب الغداء وندور معاهم وزيدوا مازال مش تاع الصريفه هذه حتى هي مش حاطيني فيها حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا في بلاصتهم المرق واشوف ما عندك ما دير جلس وخذ ودي معاهم راه عندك الصح ولكن اش غدير نشرب قهوه هادشي اللي غنديرو دابا نشرب قهوه المكي هو المكي وفيق تشرب الدواء والدواء راه طيب القلب صح واش نبقاو حنايا ديما نديرو الصبه اي صبه لا نطيب لك انا المحمر والمجمر علاشكم كلكم تضروا فيا ياك لاباس وديري لهم طويجين ديال الخضره والله يجيبك على خير عرفتي هادو راه ضربوا طاجين قدو قد الخلا ديري لهم اومليت ديري لهم اتاي اي واخا نديرو ما سيدي انا اومليت اي ومني ساليو هادوك جوج فرانكات نخرجوا نطلبوا نمدوا يدينا هاتي تشوف من النهار اللي تلاحيت في هاد الركنه حتى واحد ما بقى داها فيا ولا سول فيا رجع في الله سي المكي حتى انا ما نبقاش نربع يديا نوض نقلب لي على شي خدمه هاتي شكون اللي غادي يخدمك كيفاش شكون اللي يخدم انا سي نخدم انا فاش ما كان وانا نضرب الكرفي بحالي بحال العيالات اش فيها زيدوا الحتالين يبقاو عائلتي يبقاو يعطوني وهازيني لا لا بزاف عليا بزاف ولا اللي بالك ديري والله ما سهل لا لا بنيت الحمد لله هادي الخوك داني داني على الطبيب القلب خرج لي يد وراني متبعه ايوا الجمعة تاني راه داني عند الطبيب ديال السكر وتوا ايوا اش بغا يقولوا لي قال لك سيري تاني عند الطبيب طنسي اي هاي هاواني ندير لك شقول لها تلفازة اي هو اش غندير راك عارفة بنادم اللي كبر واللي هزو الدواء واللي هو هز الدواء وهزو الدواء ومالي ما نضحكش وهزت يلاه يديك لا لا متخافيش عليا انا بخير وعلى خير الحمد لله شوفي بنيتي تا تكوني شادة الكونجي كون ولدك ما قارينش مداكاش الساعة جي أيه ها وحده يا بغيت هاكا خصك ودوي معاك شد الو واش تي ما كتعيش من الهضره حوت 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 من الصباح نوليو في الطبيب ديال الودنين تاو وبارك جوج كلمات راه السيده عيانه يلاه واخده الدواء واش بغات تقول لي مالك اها صافي هي اللي قاتلك قلت لها الجيران تا هما قوليها لهم ودي غنقول لها قلت لها غندير التلفازه لا ماشي على التلفازه هي دابا صافي داك الشيء ملي غادي تجي وقته راه غادي يجي ملي تجي وقيته ديالو الزواج راه غادي يحضر والله ما قلت لهاش حاجه يلا يلا شوف هادي الديسارجا ها انت كي الديسارجا سمعتي يلا 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 صافي خليني تكاني تفع لي الضعف تفي هذاك المشقوف وديه معك تا لا نديرو كتشارج يلا راني كديرها باش تفاد ما شارجيتو عقبي صافي ما نحيدو من حداك صافي قلقو دو 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 لا صافي نجات اختي انت الزوينه والحبيبه ومعروف عليك القلب الكبير علاش ما تحنيش في امي هنيه وتجيبها تقلب سامح كان ومنها تقابليها ياك اختي قلت لك انا مرتاحه دابا خاصني تمار ياك راه دوزتك متراجلك زعما اختي عدوزتي متراجلي جوج الحوايج ما تقدرش تفرقهم دارها وولدها عادل ايه وهذاك ولدها عادل زعما ما كيجيش هنا يشوفكم ياك شحال من مره كنقول لك نسيع لك هذاك ولدها عادل وحيدي من بالك صافي المهم انا ما عرفتش كتشعلي فيا بحال هكا فين ما نجبدوا لك انا راه سولتك صاحبتي غير سولتك صافي دابا علاش تقلقتي والهبيله انا اختك الكبيره شتي عادل كل عرفتو راه عينو في الجواج راني الاولى نوقف معاكم ايوا صافي ماشي مشكل حتى دابا ما كاينش مشكل ياك باقي غنمشي نشوف امي هنيه ياك مريضه مسكينه مسكينه صافي واخا مين بغي يمشي للمراج اللي مراد غنديوك تشوفي امك هنيه يلا شربيتي اختي على بوحاطيه
شتي؟ البيت نعاس ارتاحي لك احسن من الصالون. لا اوليدي خليني هنايا تما راه كتجيني تجيني الغمة على قلبي تجيني القنطة. قنطة بعدا تالا جا شي حد هنا راني كليتي الدواء تي طحتي كريز، كون كليتي دواك ما غنوصلوش لهاد المصل. وي اوليدي الله يرضي عليك الله كون ما كنتيش حتى دابا الله يرضي عليك اوليدي فرشك برضا وغطيك برضا يا ربي. امين امين. هي الدعي هو اللي كتعجبني هنا كتجيني بحال السيروت هنا كتفاجئ عليا بحال السيروت. وليدي انا كندعي معكم كاملين لا تا لا خوك لا خواتاتك كلشي كندعي معاكم. وين قوي معايا بقيت قوي معايا قوي زيديني شويه عشيري الطميمه ما خاش عندي لك تا كيلو ونص كيلو ونص كيلو عراه بحا هو ما عراه وزيديني الله يرضي عليك الله تبارك الله تبارك الله الله يرضي عليكم بنيتي الله يكثر خيركم بعد جيتوا تونسوني شويه انا وليت وحدي في الدار انا نحس بالقنطه. عرفتي امي هنيه والله الا مسكينه فين ما كتعيط لي كتسول عليك وشحال مره كتطلبني كتقول لي ديني عند امي هنيه ديني عند امي هنيه ايوا انا جبتك عندها. والله العظيم امي هنيه الا توحشتك بزاف كنت باغي غير نجي نشوفك. ربي يخليك يا سعدي 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 تبارك الله الخير. دابا انتم خواتات وليني اللي شافكم قلت ما تاكلوش نعمه. دابا بعدا راه جيتو ونستوني انا والله الا شدني الضيقه في الدار عاود الدروب الله يمين ايوا اش غديري ايوا قولي لي تي ايه راجلها تي شمن راجلها تي دغيا رديتي راجليك ما دايرين لا كاريت لا والو باقي خطيبه خويا هذاك خطيبها امي هنيا راه سهل عليه الله مشى الخارج ولكن بقى على الزمه ديالو باقي خاطبها ياك ولا عندك خالتي هو كمشى برا مني مشى ما بقى عيط ليا ما بقى سول فيا ما بقى حتى شي حاجه خالتي تخيلي وانا ما نكذبش عليك خالتي انا حيدته من بالي ومن خاطري ومن كل شيء وحسبنا كيش غديري بها شتي قلتي درتي فلولا راجل ما في الراجل ما بنادم زاد بحالاته صافي دابا يجيبك الله بنيتي محسن ان شاء الله يا ربي امين والله السلام عليكم سبحان الله العظيم كنت طلبتي بنيتي شي حاجه ما كنتش السلام عليكم. عافاك اختنا جات عقلتي عليها؟ الله يهدي ماني ما عقلتش عليها واخا هي شحال هذه ما شتوني الملامح باقيين هما ما تبدلاش. هما راه سبحان الله دروك مزيانين تبارك الله لا في حداقه لا في محول لا في كل واخا شويه انا جات كتزبالي ومراجله. هي اللي كتزبالي؟ ها؟ ايوا يلا نمشيو نعمرو انا واحد البراد ديال تيعطيك. لا لا ريحي ريحي قالتها ولا حشو لك الهضره ما حطيتي لهم لا حتى الا قهوه انا نصوب لهم حتى انا عارف الشيطان انت داير بحال حشو لك الهضره راه الدار دار ما يدير راه نضيف لي حتى الكوزينه تعرف فيها امي هنيا مالنا حنا خويا عادي البرانيين شوفي راه كاين تما في هذاك البلاكار اللي دخلتي على اليوم كانت تما حصه في الحلوى جيبي كاع داكشي اللي بغيتي انت اه انا نعرفك عندك تاني طيحي شي كاس ولا عقلتي على السوبيره لا ما تخافيش امي ما تخافيش تمام محشومه انا محشومه وانا عاد مداويين وصافي راه شتيها مسكينه انا نمشي نعاون السيده فارس نعاون صافي نوضي بنيتي معاهم كوزينه نوضي لا 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 خالتي حشمت خليني حداك ياك حتى انا راه عاود نجربك صافي تبارك الله رزينه تحي ماشي كون قلت لها هذيك كون راه فرفرت خويا بقيتي كلشي صافي هو البراد كيتشحر بقى لي والو يوجد الحلوى راه كاينه لتحت انت بلاش الحلوى مالنا حنا برانيين اخويا عادل مولا الدار وين عتيقه ماشي دخلتها هذه خصنا نكبروا بها شويه راك عارفه انتما منكم
ملي جات عاتقه وانتم كاش مرحبا بها بحال انا برانيه عليكم. برانتي مولا دارتي مولا الغري والصغار ويلي. هو انا صراحه بغيت. واش بغيت؟ بغيت نهجم على الشيطان. والله ينعلو خزي. امين. انا دخلت لي الخاطري ونتزوج بها على سنة الله ورسوله. عاتقة عاتقة. عاتقة عاتقة من؟ هادي واش متأكد عاتقة ما بقيتيش شتيها مدة هادي لا تلا شافتك لا هي شفتيها؟ قسما بالله ملي دخلت ما عرفتها. شكون من الولدة عتقتني قالت لي راه عاتقة هذيك ما كنت نعرفها. ما عرفتيهاش مالك فقدتي الذاكرة. دابا توقفي معايا ولا لا؟ انت راك اخويا هي راه ما غتلقاش حسن منك ولكن انت ما غتلقاش حسن منها. ها هي الراي الاول والاخر ديالها. ما قلتها هي يا جاد ما كدرتي لي هاد الحاله نوضي 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 بقيتي تخرجتيني مع هاد الناس. من هاد الناس ولا من عند عادل؟ شوفي هذيك البانضيه انا راه عايقه بك بلا ما تبداي ديري لي هاد الشيء ديال والو. ولي العادل ياك انا غدا نمشي نشوف خالتي هنيه وزيدون هي عدوستك ولا عدوستين راه بغيت غير نكبر بيك. ناي واخا الله يكبر بك الخير والربح. صافي هادشي شفتيها راه قريبا ان شاء الله تولي عدوستك حتى انتي. بليتي بليتي عاودي عاودي اش قلتي عاودي اش قلتي انا جات شنو؟ قلت لك واحد النهار قريب ان شاء الله كتولي عدوستك. على انا ماشي عادي قال لي راني باغي ناخذ عاتقه اختك على سنه الله ورسوله فاش كنا في الكوزينه. دخلتي لك ماما شوفي نجات ماشي بديت تبلي عليا وتاخذيني على قد عقلي وديريني زعما هبيله رانا كنحس حسي بيا انت واش كتهضري من نيتك؟ واش دابا انت متاكده راكي انت اختي من با؟ هبيله نجات ماني ماشي اختك ما كنختي خارجه هبيله ما خرجتش بحالي كمطوره كنقول لك راه هادي اللي قال لي باغي ناخذ اختك على سنه الله ورسوله قلت لي انا غنسولها قولي لي واش تي باغا عادل كيف باغيك؟ لا انا جات منتي كتشوفي حالتي كي دايره ملي ما بغيتوش انا باغاه باغاه ولكن شوفي نقول لك انا راه بكرامتي انا راه ماشي يجي يخطبني غدا نمشي عنده نجري انا راه خصو يجي عندي ويطلبني ويتفاهم معاه على شي امور بيني وبينه عاد باش نقبل نتزوج به. وراه هادشي اللي باغا هادشي اصلا علاش تي مشيتي عند امك هنيا؟ مشيتي عند امك هنيا باش تبركي مع عادل وتهضري معاه ايوا لا لا تي غتبركي معاه وتهضري معاه وتفاهموا على كلشي. قلت لي ربي يا ربي يا ربي اختي اختي الهيشه ولات حتى هي عروسه فراسك غتجي عروسه فنه سير انا نبرزك يلاه قولي سلام سلام على وتتشم على الضحكه شويه على رسول الله. انت دابا عرفتي عليا كلشي وفهمتي راك كتعرفيهم ديجا وانا حسبني من العائله راه هادشي كلشي اللي عاودتي ليا نعرفه نتبع معاك كلشي. انا وحق الله العلي العظيم انا ملي دخلت باش بنتي ليا واخا خبرتي مده جاب لي الله بحال يومين كنت كنشوفك وحشاك ولا معرفتش احنا متفقين ياك؟ متفقين على كلشي مي ما هضرتش معاك على الخدمه ديالي. قلتي لي ما خداماش. انا ما قلتش لك راه عندي ديبلوم ديال انفورماتيك راه صافي 3 وانا تنقرا ومعذبه ومكرفصه وخسرت فلوس اش بغيتيني نبقى معلقه في الحيط ولا شنو؟ كيف سي دوك قاعدين بيه الطايله راه قال لي عندهم ديبلومات معلقين معاه في الحيط وين داير؟ صافي سيدي نعلقوا في الحيط كذا على حسابي. مكي مكي بسم الله عليك مكي مالك مكي جاوبني اش تيضرك المكي المكي جاوبني عافاك جاوبني واش شربتي الدواء المكي هاك اشرب الماء عافاك هاك اشرب الماء ناري المكي بسم الله عليك ويلي هذا مالو هذا سيكح المكي المكي جاوبني عادل خويا عادل جاوبني المكي عادل عادل اخويا عتقني عتقني اخويا ما عرفتش المكي ما تيجاوبش ما تيهضرش عافاك اخويا معتقني عافاك اجي تغير ما كيتنفش ما كيجاوبنيش كاع يلا
اخويا يلا المكي عفاك. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة. ملف عدد 12/2020. ورثة هنية بنت علي وهم أبناؤها مراد العربي، فتيحة العربي، ينوب عنهما الأستاذ ميلود العالي، المدعى عليه عادل العربي، تنوب عنه الأستاذة ريم محمد. مراد العربي، كتأكدوا المقال الافتتاحي ديالكم للدعوة والمذكرات التعقيبية؟ نعم سيد الرئيسة، أنا عندي وكلاء الأخت ديالي فتيحة بن العربي. الأخت ديالي تفرج لها دي عامين وخلالها جوج ديال الوليدات ومبقى عندها حتى شي دخول، وبغينا نكتبوا الرخصة ديال الكريمة في سمية الأخت ديالي، وداك الشيء علاش كنطالبوا فسخ العقد ديال رخصة الطاكسي ديال الكراء اللي كان ما بين الأم ديالي المرحومة الله يرحمها والأخ ديالي عادل بن العربي، وكنطالبوا كذلك بالمحاسبة وأداء واجب الكراء. عادل العربي، كتأكدوا المذكرة الجوابية والتعقيبية؟ سيد الرئيس، هذا الشيء طعنا فيه وواحد المسألة اللي هي مهمة، راني أنا الكريمة هذه حنت أنا الطاكسي كاريه من عند الوالدة، وخوتي عمرهم ما صيفطوا لي شي إنذار ولا 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 شي حاجه انهم حذروني انهم زعما باش نتشاور انا وياهم. وتا ديك البركه اللي كتجي حتى انا داك طاكسي كاري البركه اللي كتجي راه كنعطيهم منا شي حاجه الاخت ديالي في سبيل الله، والكونطار عندي راه غتسالي حتى 2020 حتى 2050 اللي مكتوبه في الكونطرا. دفاع المدعين، كتاكدوا المقال الافتتاحي والمذكرات التعقيبيه؟ فتيحة، فتيحة. نعم أمي. تعالي بنفسها ياك لاباس أمي، مالك؟ لا ما كاينش، مشاو لا بلاتي هما، شوف راه بقاو لي شي معاد غندوزهم ونجي. ساعة قلتي بلاتي نهضر معاك، ما حد ما كاين حد ما دوزتي. مالك أمي ياك لاباس خلعتيني؟ تاني عطيني لاباس حشو غادي ما تلبس هاكا بشوية عليك بشوية عليك أمي. لاباس؟ شوية؟ اه انا بغي امي هاوليني تاع الماء، بنادم ما قاد ما بقى قادر يشرب. ايوا الحمد لله. ياك لاباس امي، مالك؟ لا ما كاين، بس حابك تجلسي معايا نهضر معك شويه، نسولك على كي داير حالك مع الدراري وكي دايره. هاي امي اش غادي نقول لك؟ عرفتي الدراري حمقوني، عرفتي ما كاين غير ارى ارى، جيب جيب، اعطيني اعطيني. تقهرت امي تقهرت، هذا لله. ويا بنتي على ما تقهريش، شنو درا دوك راه فاتيك بالراس كيقولوا تي شي باخر. اش ديري؟ الله يفرجها وصافي. كيعرف امي الدراري ومجهود. ويا ويا بنتي هاك كيف سمعني هاكي بعد هذا ما تعاوني بها بنتي. يحفظك لي امي. امي يدير على شي طاغ انا امي نتكوي. انا خطيك علي امي الله يطول عمرك. اوكي بس حنا ما نتخلاوش عليك، راه في بنتنا وهذوك وليداتنا. واخا امي بغيت نقول لك زعما لو كان امي غير ديك الكريمه ديال الطاكسي نتعاون بها امي، زعما نتعاون بها على السمان. اولي يا بنتي اش من كريمه الله يهديك، وانتم مالك فين ما تهضري معايا تقولي لي الكريمه؟ قول عبد الله مش راجل من كريمه، راه خوك كاريها لعباد الله والخدام بكتافو اللي جابو الله، راه حنا ما نساوكش. الله يهديك. ما والو امي، هي تركي عالمه بالحاله ديالو، شايفه الظروف ديالي امي. هاي هاي يا بنتي هاك زيدك زيدك هادي هاك زيدك هادي وراها تقدر تبدي لي ديك الكريمه. الله يرضي عليك الله يرضي عليك، راه ما كاين والو، راه تماره وصافي. وصافي عادي. واه حيت لك الزغب من قدام عينك. خليها عادي. تحوالي. واش ما كيعجبنيش فيك والله، كتقولي ضاحكة وبخير، ها تقلقي ما تدوي ما تتكلمي، ما مالك؟ قولي شي كلمة. عادل خليني ساكتة أحسن، وقيلا ما نقول لك شي حاجة ما غاديش تعجبك. العاسوكتي أحسن.
الكلام فيا اللي فيا كافيني انا تزيدين عليك تجرحيني بشكل معاوتاني عرفتي انا راه كنمشي بالعكس اش غدير سيدي انا مابقيتش غنبقص هكا غنهضر دوي انا كنسمع واش انا نهار ما طلع غنبقى نشرب في عواصر الليمون شربي لافوكا شربي باناشي باباي اللي بغيتي خير موجود في البلاد اللي بغيتي هادي راه 4 شهور هادي وحنا مخطوبين امتى انا وين نديروا العرس راه الناس راه عام قالك زواج ديال الليله عام راه نكون راسي الظروف واش انا تشرطت عليك شي حاجه عطيني كلمه ديال رجال وعطيني اون دات وقول لي امتى غادي تتزوج بيا ان شاء الله الاخر في هذا الشهر ان شاء الله غنمشيو نتكاتبوا كلمه ديال رجال كزر معقوله ما تضربيش وليت خايف ايوا هذا الشيء ديالك ضحكي لنا هكاك سلام والله العظيم زيد كم شو تفاح اش غيمه الحسوبه قبل ما تبرد او حيدها مع القعافه كم مالك امي غتخر خير عندي باش حاسه خديتي الدو ديالك خديتي غيفوتك الحال ما دويتش معاهم الناس الله يعمر لهم الدار درت معاهم ان شاء الله السيمانه الجايه باش نتكاسبوا بقى لي على خاطرك وشو تزغلي تدري شو تزغلي تدري تزغلي تدري هالك المهم تكت قال هو توافق عليها من دابا دير جوج جوج من الحاجه جيب تريتور جيب حكا شحال من طابله ها المشوي ها المقلي ها ما عرف شنو هاي هاي هضروا الناس غيدوي دير ليه 6000 ريال الواحد وحولي وما عرف شنو بقى يدوي لا كاين ولا ما كايناش مي 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 امي مي 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 امي غلطتي يا فاتحه غلطتي ما كان خصك تمشي بوحدك كنتي تسناني نمشي انا وياك واخويا مراد راني قلت لك مشيت عنده غير باش نعاونو في الشقه ديال الدار وجبت سمعها الهضره فيها شي حاجه بلاتي بلاتي كيفاش اخويا غلطت على ما لا دعادي لبوحو نتوما خاص حتى واحد ما يهضر مع هذيك الكريمه ياخذها بوحدو لا اختي هو ما قالش لي هاد الهضره هو قال لي راه الكريمه مكريه وصافي ايه كاريها ولمن كاريها وشكون هاد الكاري وزيدون الوقت راه تبدلات هذيك الكريمه حنا كنا فيها وراثه معقوله شوفوا انا الا جيتوني غندخل بيناتكم سمحوا لي انت عارفني يا مراد انا عدتنيشين انتوما رجاله خليو اختكم فاتحه مسكينه تاخذ هذيك الكريمه عدت لي تمام خدامه مردامه انا متفق معك لا لا يخطيكم عليا انت اخويا مراد عافاك الا ما تمشي تهضر معاه لحل واحد سيهديه الله يقل كريه واش غادي يقول لي انا ويلي وسر عرفوا لمن كاريها فين كيدير فلوس ودوي دوي شويه ايه. انا كيبان لي غنصيفط لي شي واحد من الناس ومن غير يحكم بيناتنا وزيدون شتي عادل كيبان لي مكبر كرشو على هذيك الكريمه ولكن شنو هاد الناس اللي غتصيفط لي بحال اخوكم عادل راه كيحشم من شي حد ولا كيخاف من شي حد خالد صاحبنا كاملين وكيحشم منه وكنظن ما يقدرش يخسر ليه اي والله الا عندك الصح علاش لا ايوا ولا ما بغاش يعمر مع هاد خالد اش غدير معاه بغى يحمر فيه ويخرج فيه عيني مال السيبه في البلادو انت ما كتعرفيش مراد منين كينوض وكطلع ليه الشاربونه تياش من غادي ينوض ولا غادي يقعد تيبغى تنوضيها غادي نهضروا معاه هو الاول وديك الساعه يحل الله والله يسهل السيدة الرئيسة إن السادة ورثة المرحومة هنية بنت علي والتي كانت تملك قيد حياتها رخصة استغلال سيارة أجرة من الصنف الكبير رقم 12 حيث إنه وبعد وفاة والدتهم يوم 12 ماي من السنة الماضية بحثوا من بين الوثائق التي تركتها المرحومة فلم يجدوا أي أثر لرخصة سيارة الأجرة ولا عقد الكراء الخاص بهذه السيارة إلى أن علموا أن والدتهم قيد حياتها سلمت الرخصة للطرف المدعى عليه أخوهم عادل العربي مقابل مشاهرة قدرها 2000 درهم السيدة الرئيسة حيث إن العارضين حاولوا جاهدين مع أخيهم
قصد الاطلاع على عقد الكراء والأداءات التي كانت تسلم لوالدتهم، إلا أنه رفض إمدادهم بأي معلومة. وأمام هذه الوضعية اضطر العارضون للجوء إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية واستصدار أمر ولائيا بتاريخ 2 يناير من هذه السنة، ملف عدد 15/1102/2020، قضى بإجراء معاينة واستجواب لدى مصلحة التاكسيات لهذه العمالة. وإن السيد المفوض القضائي المكلف بتنفيذ الأمر الولائي سلمهم محضرا يتضمن تصريح المسؤول عن مصلحة التاكسيات، والذي مفاده أن رخصة التاكسي مبرمة منذ 5 سنوات وستستمر إلى غاية سنة 2050. سيدة الرئيسة، حيث إن العارضين تفاجؤوا للمدة التي أبرم بها العقد، مع العلم أن العقد النموذجي الذي تضعه مصالح العمالات يحدد مدة الكراء في 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والحالة أن هذا العقد مبرم لمدة تفوق 35 سنة. سيدة الرئيسة، حيث إن الطرف المكتري المدعى عليه استغل قربه من والدته وأميتها لإبرام هذا العقد الغير قانوني، وحيث إن العقد ينص على إيداع تحويل مبلغ واجبات الكراء، أي مبلغ 2000 درهم شهريا، لحساب المرحومة والدتهم بحسابها بالبنك. سيدة الرئيسة، حيث إن العارضين عند اتصالهم بالبنك وسحب صور كشوفات الحساب لم يجدوا أي تحويل شهري، مما يدل على أن المكتري لم يكن يؤدي واجبات الكراء، كما أنهم منذ وفاة والدتهم لم يسلمهم أي مبلغ، بالرغم من كونهم أخبروه بأنهم يريدون تسليم الرخصة ومدخولها لأختهم فتيحة العربي الأرملة والتي لا مدخول لها. سيدة الرئيسة، حيث إن العارضين وبعد أن أعياهم التردد على أخيهم وبعد أن توصلوا بكشف حساب والدتهم، تبين لهم بعد الاطلاع على هذه الكشوفات أنه لا توجد أي تحويلات لواجبات الكراء. ونظراً لأمية والدتهم المرحومة فإنهم يطالبون بفسخ عقد الكراء. سيدة الرئيسة، حيث إن العارضين ارتكزوا في طلبهم الرامي إلى فسخ عقد الكراء ليس فقط لأمية والدتهم، بل كذلك على المدة التي ضمنتها هذه العقدة، والتي هي لأكثر من 30 سنة. وأكثر من ذلك، فوالدة العارضين عند إبرام عقدة الكراء كان عمرها يفوق 75 سنة. لكل هذه الأسباب يلتمس العارضون من المجلس الموقر أولاً الأمر بإجراء خبرة حسابية، ثانياً الأمر بفسخ عقد كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الكبير المبرم بين مورثتهم المرحومة هنية بنت علي والسيد عادل العربي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. ولمجلسكم الموقر واسع النظر. واخا سيدي، شنو نقول ليها؟ في نظرك اش غادي يكون؟ راه المشكل ديال خوتك عاوتاني. عاوتاني؟ ايه، بغاو يعرفوا شنو كاين. شنو تبغي يستناوني؟ الجدريه ديال الطاكسي هذا، الجنديخه حتى هي، تفرتيت حتى هي، يعضوا معايا فيها. انت دابا علاش غتعصب راسك؟ علاش؟ علاش غتعصب راسك؟ علاش غتنطف شعرك؟ اش من نتيجه غتوصل ليها؟ جلس معاهم وهضر معاهم وتفاهم انت وياهم. دوينا معاهم في الحياه ديال الوالده عباد الله. راه الكريمه مكريه، كتفهموا العربي؟ الكريمه ومكريه. اييه. والجدريال ديالكم كتوصلكم، اش بغيتو ندير؟ والله يهديك، دابا هذاك المشكل ناقشتو وتفاهمتو به ملي كانت المرحومه باقا حيه، دابا ماتت هاد الشيء راه ولا ورث. جلس انت وياهم وتفاهموا ويعرفوا شنو اللي ليهم وشنو اللي عليهم. حتى دابا ما كاين حتى مشكل، راه ياخذوا فلوسهم من المحكمه دروك.
واش نعلم ومانا شناهي والله هذيك دابا علاش وصلتوا للمحكمه علاش استنى نوريك دابا التقاري انت ياك قاري انت قاري اك خويا قرا الكونطرا قرا راه ليغاليز 2000 درهم تما لك ياخذوا في الشهر 2000 درهم في الشهر ولكن هذا الكونطرا بسميتك بسميتك الكونطرا مولاتك مولاتها الله يرحمها قاسيت معاها كتبت لي بسميتي العقد شريعة متعاقدين اش بغيتي نزيدك حاجه اخرى اشنو مشينا للبنك نشوفوا الكونط ديال الوريده ما فراس مالها حتى درهم الكونط خاوي فراس هادش هو كيشد الفلوس باش كيري وكيحطهم في صندوق في المحكمه وماشي التصطيه ديال اخويا خالد على مال هو براني حتى هو واريج بحالو بحال خوتو علاش ما يشدش هذوك الفلوس ويعطيهم لخوتو مباشره واصلا انا سولت على ديك الكريمه راه ماشي ورث هذاك حق شخصي يعني منين ماتت مي هنيه الله يرحمها ما يتسالش حمصه هو راه عارف هذا الشيء وباش يتفادى هاد المشاكل كامله والقيل والقال دار هذاك الاجراء ديال انه شد الفلوس وحطهم في المحكمه باش يبقى زوين معاكم المصيبه السي خالد المفوض القضائي جاب لنا الكونطرا من مكتب السيارات قال لك السيب اللي ان عادل دار الكونطرا مع امي وفي سميتو يعني امي هي اللي كاريه لي الكريمه وما ضحكتي انا عارف هذا الشيء راك قريت الكونطرا وعرفت شنو فيها واش شتي ديك الكونطرا والله خويا 100% مزوره لا ما مزوراش المرحومه ملي كانت حيه مشات هي وياها المقاطعه وقريزات مع الكونطرا ما منتشاور اخويا واش هذا حق هذا ماشي الظلم هذوك راه الفلوس اللي تما وبيني وبينك كاينه دابا شي كريمه كتكرب 2000 درهم وبلا حلاوه وانا اللي بقى فيا هو المده الزمنيه اللي مديوره في الكونطرا ايوا شتي راه قلتها لك انا بعدا ما عمرني شفت شي كونطرا فيها 30 عام هو اللي درى النصب ويلي لا 30 عام تفضل 30 عام تيموت اللي يموت يحيا اللي يحيا 30 عام شوف شوف انا هادشي راه ما غنسكتش عليه انا غندوي مع خواتاتو وديك الساعه نشوف واش غنديروا يلا نلقاو نكملوا الهضره يلا يلا ملي كتشربوا لا مره اخرى ان شاء الله السلام عليكم شكرا اخويا خالد مالك مغوشة والو اختي والو شتي شربيتي نجات بغيت غنسولك علاش فين ما كنجبد معاك الموضوع ديال عادل كتصديه علاش اختي غنسد لك موضوع عادل عادل راه انت كتشوفيه هو كيشوفك منين اختي كنشوفو كيشوفني فين عمرني تلاقيت به بيني وبينو التليفون وشفت شوف على فات التليفون ما قال لك والو هو ما قال لي والو حدنا اخر هضره هضرنا قال لك لا لا نديرو العرس في شهر 6 واش قلتي لي انت قلت لي واخا كيفاش قلتي لي واخا هو اللي على واخا ما قلتي لي خصني نتشاور مع عائلتي ما قلتي لي عندي اختي الكبيره خاصني نعرف شنو غتقول لي حتى هي وزيدو عادل دابا هو تاه العرس ما قدوش هذاك المشكل اللي عنده مع خوتو كاين مشكل نجات ماشي تشوفيني فرحانه بحال هكا وتخزني عليا اللي كاينه قوليها ليا شنو المشكل لا عادل ناض بشاخ حيد لخوتو هذيك الكريمه اللي خلات ليهم هم ايه والموضوع ديال الكريمه موضوع الكريمه راه في راسي انا مش حال هادي كان لي ياك الكريمه اللي كان كريم عند امه كيفاش كريم عند امه قولي لي هز امه فاش كانت مريضه ومشى دا غمق عليها وكتبات ليه كونطرا فيها 30 عام اويلي بغيتي تقولي لي عادل لعب عليهم شوفي عادل لعب على خوتو وغيلعب عليك حتى انتي وسيري بقاي تابعاه وتيقي فيه هذاك راه واحد الشلاه بي واحد المخلويض اويلي انا جات ولا صفيه لا واحد يرقط معنا كاع الهضره ما بغاش كاع يدوي معنا كيفاش هضرتي معاه غير البارح وما جبد لك والو ايوا العجب على لا شوفي صفيه وغتسمعيني غتسمعيني وراه تيقنا باللي هو دار كونطرا بينو وبين امي كيفاش كيفاش امي اللي بغات على امي قريبه باش تسيني ليه شوفها صفية على الأقل كان عليه يعلمنا ماشي حتى تموت منا عادي نسيقو حنا الخبار قولي لي واش هي معنا ولا معاه ياك صافي دابا اللي عطى الله عطاه هي دابا هو يدير فينا ما بغى وحنا نسكتو ليه ونسمحو له كاع ري 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 ندوي معاه شوف أختي صفية شوفي
على لا الخاوه حد هاد الدنيا والخاوه علينا وعليه والخاوه ليها حدود. عافاك بركاي ما تقطعش هو مراد بغى يهضر معاك. ولي هادي مالها ولات خايفه منه ولا كيفاش؟ هو بزاف الو هو زعما راه قبيله صحنا لك كلشي كيفاش قري ما ماشي ورث هي انا عارف هو كريه ولكن باش يكري بهذاك الثمن و30 عام ماشي من حقه هضر الغدر. شوف يا صفية انت بغيتي تنهي في حقك شغلك هذاك انا غادي نبقى تابعه تناخذ حقتي يلا الله يعاون بسلامه. واش تي اخويا مالا تخشكم هادي بانت ليا قلبي على قلب خوها واختي نجات وفي خبارك ما بغاش كاع تسمع لينا بحال اللي داير لها الطلامس خايفه منه ويلي وتعاود المخه نتوما عندكم الاولاد كيش اللي يصرف عليكم ما يعقل عليكم سمحوش في حقكم انا علمتكم من هنا لا انا ما مسامحاش هكاك نبغي شوف اختي فاتحه اخويا شوفي ما يكون غا خاطرك انا غناخذ لك حقك وهاد الكريمه اللهم فكنتي انت بعدا دي زافك الله يحفظك ليا خويا لان خطك عليا ما كنتي براني علينا الله يحفظكم ليا. الكلمه لدفاع المدعى عليه عادل العربي. السيدة الرئيسة لقد ارتأى كل من مراد العربي وفتيحة العربي بمقال الرامي إلى فسخ عقد كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة وإجراء خبرة حسابية. السيدة الرئيسة حيث إن العارض يجيب على المقال الافتتاحي للدعوة والمذكرة التعقيبية للأطراف المدعية كالتالي من حيث الشكل حيث إن المتعارف قانونا كما هو الشأن لمنحة التقاعد هو أن المأذونية لا تورث وأنها تستفيد منها مباشرة الزوجة بعد وفاة الزوج وأنه في حالة كون أحد الفروع يعمل في هذا المجال أي سائق لسيارة الأجرة تتاح له فرصة الاستفادة من المأذونية استثناء وهذا ما يمكن استنتاجه من الفصل الثاني من قرار منح المأذونية والذي جاء فيه أن المأذونية ذات صبغة شخصية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. سيدة الرئيسة ثانيا من حيث الموضوع حيث إن المدعين برروا طلبهم الرامي إلى فسخ عقد كراء سيارة الأجرة لكونهم يودون تسليم هذه الرخصة لأختهم وهذا أمر غير مقبول على اعتبار أن أمر تسليم الرخصة وسحبها وتحويلها يعود إلى السلطات المختصة قسم المأذونيات. سيدتي الرئيسة حيث إنه بالرجوع إلى رسم الإراثة المدلى به من طرف المدعين سنجد أن الأمر يتعلق بأربعة ورثة لم يتقدم منهم بالطلب الحالي سوى اثنين وما دام الأمر لا يتعلق بإدارة المال أو بإدارة المال بل لتفويت لطرف وحتى إن كان من الورثة فإن الأمر يقتضي في حال صحته موافقة الجميع دون استثناء. سيدة الرئيسة حيث أن العارض يود إثارة انتباه المجلس الموقر أن ذمته خالية من أي مبالغ لفائدة المدعين ولا لباقي الورثة الغير منضمين إليهم على اعتبار أن العارض يقوم بعرض المبالغ المتخلدة في ذمته على المدعين وبعد رفضها وتعذر عرضها يتم إيداع
المبالغ المالية بصندوق المحكمة. لهذه الغاية يدلي العارض بمحاضر إخبارية بعروض عينية وتواصيل إيداع مبالغ مالية بصندوق المحكمة الخاصة. تفضلوا الأوراق. تفضل أستاذ. سيدة الرئيسة، حيث إن عقد كراء سيارة الأجرة عقد سليم من حيث المبنى وكذا من حيث المدة ومصادق عليه لدى الجهات المختصة ومسجل بسجل خاص لدى المصالح المختصة بولاية هذه المدينة. سيدتي الرئيسة، حيث إن هذا العقد خاضع للرقابة الإدارية القبلية، ولو كان مخالفا للنظم والمراسم الإدارية لما تم قبوله وتسجيله بالسجل الخاص المذكور أعلاه. أما من حيث المدة وموضوع العقد فإن المبدأ الراسخة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الخلف الخاصة ينتقل إليهم التزامات مورثهم سلبية كانت أم إيجابية، كما أن المدعين لم يأتوا بأي مبرر مقنع للمطالبة بالفسخ. لهذه الأسباب، بناء على ما تم تسجيله أعلاه، القول والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، ولمجلسكم مقر واسع النظر. تأمل لجلسة. بعد أن تتبعنا القضية تمسك المدعون في جميع مراحل الدعوة بطلبهم الرامي إلى فسخ عقد كراء رخصة سيارة الأجرة وإجراء محاسبة. أجاب المدعى عليه ملتمسا من المحكمة التصريح برفض الطلب. ملف مداولة لهذه الحلقة. ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته أن الإنضال القضائي المعتمد عليه في رفع هذه الدعوة يتعلق بإجراء محاسبة وليس بأداء واجبات كرائية، وبالتالي يكون هذا الإنضال هو والعدم سواء لكونه لا يرتب أي أثر بخصوص التماطل. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، أولا من حيث الشكل بقبول الطلب، ثانيا من حيث الموضوع برفض الطلب. تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي من طرف الأطراف المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ومع ملف آخر.